والله غالب على الأمر. اليوم كنا نقولوا ذكرى وفاة زعيم نحل البرجيبة، بالنسبة لك أنت حضورك لهنا شنو لازم يمثل في الذكرى هذه؟ هو اللي يمثل حضارتنا، هو اللي يمثل تونس الدولة المدنية، هو اللي يمثل الجمهورية، هو اللي يمثل الثقافة، هو اللي يمثل خروج بلادنا معنا من التخلف من الفقر، هو اللي يمثل تحرر المرأة، هو اللي يمثل التعليم، هو اللي يمثل كل ذلك. هذاك على الجايو نتفكر اللي كنا ثلاثة كعبات من عام 2001 لل 2010. الذكرى هذه اليوم في تونس هل يمكن ربطها يعني بمحطات سياسية؟ خلينا نقول اللي فما برش عبيت نجم تلوم تقول فما حضور للأحزاب بيافطاتهم وأعلامهم، بالنسبة لك أنت كحفيد الزعيم حبيب بورقيبة شنو نجم يكون رد على الأخوي هذي؟ أنا ردي ما نجمش ندخل في الموضوع هذا. السياسة ماشي مشكلة، الحياة السياسية حياة التوانسة الكل توا هذاك واقع وما نجموش ننكروه. بقى أنا كي جيت كمريم بورقيبة حفيدته، جيت قريت الفاتحة. أنا زاد الواقع واقعي، أنا نخدم زاد في حزب سياسي وللمستقبل بلادنا الأحزاب السياسية معناتها وجودها ما تنجمش تتنكر. تونس قاعدة تعاود في تاريخها بالحرية اللي توجد هذية بعد الثورة. أنا كان لي شرف في أفريل 2011 كوزير أنا ذاك في حكومة الباجي قائد سبسي بجينا عودنا ذكرى وفاة حبيب بورقيبة، خاطر عودنا كانها جنازة، خاطر جنازة كانت معناها كارثة بالنسبة للشعب التونسي، ما تعدتش لا في التلفزة، الناس تعدت معناها بصفة ماهيش مقبولة بالكل. بالنسبة بطبيعة الحال الزعيم اللي جاب الاستقلال واللي بنى الدولة التونسية فما ماهوش ديمقراطي، بالحق ماهوش ديمقراطي، وديمقراطية ما نشحتش في تونس في وقته، وذاك علاش فما جدل هذا. بالحق فما الكثير من الأخطاء، ولكن كي ناخذوا البيلون نتاع الناس كتب التاريخ في أي بلاد لازم ناخذوا نشوفوا الأشياء الإيجابية، إذا فما أشياء سلبية يا حبة ذا، ولكن الأشياء الإيجابية أكثر برشا بورقيبة. أنا أعتبر روحي من أطفال بورقيبة، من الناس اللي من الطبقة الوسطى اللي قراهم بورقيبة وخلطوا بالقراية بطبيعة الحال، ينجحوا وكان عندهم نجاح من بعد في الميدان الاقتصادي. هذيك هي تونس وهذاك المسار الاجتماعي نحبوا نبنيوه لشبابنا للمستقبل في تونس. هذاك علاش الفكر البورقيبي توا رجع معناها في الساحة السياسية بصفة قوية. شنو اللي يميز احياء ذكرى وفاة زعيم الحبيب بورقيبة لهذه السنة على بقية السنوات الفارطة؟ صحوة التوانسة على انه تاريخهم الحديث مهدد بالشطب، ومن مصلحة التوانسة الكل، كل تونسي انه تاريخه حتى جزء منه ما يتنسى، ومهما كان موقف التونسي من هذا التاريخ، وهذا التاريخ لا يجب أن يكون إلا رصيدا مشتركا، لأن تونس مع بورقيبة ومع قيادة الحركة الوطنية تخلصت من الاستعمار المباشر وتبنيت فيها الدولة الحديثة وتحققت فيها المكاسب الديمقراطية والمدنية اللي التوانسة ما نجموش يشوفوا مستقبلهم من غير البناء على الرصيد هذا. والسنة شعر التوانسة حقيقة أنه هذا التاريخ مهدد بالشطب وبالتهميش، لذلك يهبون جميعا ودون النظر للمصالح الخصوصية الفئوية والحزبية، بالعكس النظر لمصلحة تونس تقتضي اليوم الوفاء للحركة الوطنية. إذن اختلفنا مع بورقيبة في شيء واحد، مش المشروع الحداثي نتاع الدولة العصرية التقدمية، ولكن اختلفنا معاه في تحسين هذا المشروع التقدمي الحداثي الوطني بالديمقراطية والتعددية، وهذا مع الأسف كان خلافنا معاه، وهذا قلناه له قبل ما نحيه بن علي، راه من قبل قلنا الكلام هذا. احنا ما يمنعش كونه اليوم التقينا حول نفس المشروع وسندافع عنه وسنحافظ على مكاسب تونس الحداثية وأيضا على حرية التعبير اللي اليوم اصبحت موجودة وعلى التعددية القائمة في البلاد.